الحضور من قيادات الوزارة والزملاء من مراكز التطوير، نشكركم على الحضور، وحفاظا على وقت معالي الوزير ووقتكم سوف نبدأ الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، السيد المهندس كريم الفاتح مدير شركة انتل مصر، السيد الأستاذ محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية نظم وتكنولوجيا المعلومات، الأساتذة الحضور، أبنائنا الطلاب، ضيوفنا الأعزاء، نحتفل اليوم بنتيجة مسابقة برنامج انتل لير، أحد ثمار التعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة انتل، وتتويجا لإنجاز وجهد قام به المعلمون والطلاب في جميع محافظات الجمهورية تحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم. تأخذ شركة انتل على عاتقها إعداد الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل في عصر قائم على الاقتصاد المعرفي، وفي سبيل ذلك تهتم برامج انتل في مجال التعليم على إكساب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين، مع كلمة السيد المهندس كريم الفاتح مدير شركة انتل مصر. فليتفضل. وزارة التربية والتعليم حقيقة قدرنا ان احنا نحقق انجازات كبير جدا في مجال التدريب واستخدام التكنولوجيا. برنامج انتل ليرن من البرامج اللي هي فعلا من البرامج القليله اللي هي الطلبه بيستفيدوا منها، بيستفيدوا ان هم يغيروا من نفسهم، يغيروا من المجتمع اللي هم عايشين فيه، ويقدروا ان هم يبقى لهم تواجد افضل وسط زملائهم. ودايما بقول ان هم دول بيبقوا مثل اعلى وقدوه للاخرين، يعني احنا دايما لما بنبقى عندنا مثال او مثالين كويسين دول دايما بيكونوا قدوه لغيرهم. فأنا بشكر الطلبة وبشكر الأهالي اللي وقفوا جنب أولادهم، وبشكر وزارة التربية والتعليم على المجهود والدعم اللي دايما بتديه للإبداع والابتكار وريادة الأعمال في مصر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا، تحياتي لشركة انتل، المهندس كريم الفاتح وزملائه، تحياتي لزملائي بقى اللي بيشتغلوا في الوزارة اللي هم عاملين كل الجهد وكل المجهود، اللي هم رافعين راس الوزارة، بيشتغلوا بيبذلوا مجهود. طبعا النهاردة حاجة من الحاجات الكويسة قوي ان احنا بنخلي الولاد تفكر، تشوف مشكلة تحلها، تصل الى حل بعد كده ممكن يتعمم. فاحنا يعني بشكر شركة انتل على تدريب الطلاب ومتابعتهم، وبشكر زملائي اللي اشتركوا معاهم في التدريب والمتابعة، لان هو ده اللي مطلوب، ان احنا ندور على المشاكل نحلها بطريقة علمية، نعرف نحلل المشكلة ونعرف نصل لحل ان شاء الله. بعد كده الحلول الكويسة لازم تتعمم بقى بعد كده على بقية المحافظات وعلى بقية المدارس، وربنا يوفق الجميع ووفق طلابنا. وبشكر زي ما الباشمهندس كريم قال كده، اولياء الامور عليهم دور مهم قوي، لانه واقفين جنب اولادهم وبيساعدوهم وماشيين وراهم، فبنشكر اولياء الامور على مجهودهم، وان شاء الله كده تفرحوا باولادكم زي ما احنا فرحانين بيهم. واشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المفروض حد يجي هنا يا جماعه، حد بس هو زي المدينه. طب خش انت قرب. تعداوي عاصم برديس عبد الحميد ابو سيف، محمد عبد الحليم عبد التواب حميده، المدرب المشرف على تنفيذ المشروع الاستاذ احمد رياض سيف النصر، علي نبهان.